حضرتك كنت اليومين اللي فاتوا دول متضايق عشان في اشاعه طلعت على السوشيال ميديا في عزا الراحله الكبيره رجاء حسين. الشائعه زعلتك، حضرتك قول الشائعه وقول زعلتك ليه. انا اصلي ايه يعني، حتى ما يكون السواق معايا اما انزل البلد اركب تاكسي عشان اريح نفسي، وما جابوش يعني اخد تاكسي وانزل عماد الدين بتاع وسط البلد. لا انا بقى يعني بفضل الله ربنا سبحانه وتعالى مكرمني بعربيه جديده بفضل الله. اما باجي انزل اروح جامع الشاذليه، لان يوسف شعبان الله يرحمه في عزا الحاجه قال لي فضلت الف الف عشان اركب ما عرفتش. فانا في الحمديه الشاذليه من جنب ام كلثوم كده على قريبه في المهندسين قريبه، فرحت بتاكسي وانا راجع برضه رجعت بتاكسي. فانا ما عنديش لا فيسبوك ولا بتاع ولا حاجه، انا كويس انا برد على الموبايل بس. فهم طلعوا اشاعه ان حضرتك يعني حضرتك الميكروباص وديانه ومش عارفه ايه ومديون ومش ومديون ومعهوش فلوس. وبعدين هو مدي عربيته الحبيبه اصلا، يعني حبيبه تمت 18 سنه والعربيه جديده جدا ودخلت الكليه، فاداها الحبيبه على اساس والله لو احتاج العربيه البنتين الحمد لله رب العالمين، البنتين لو جدهم محتاج حاجه بيفضوا نفسهم ويودوه اي مشوار هم عايزه هو عايزه. هو بقى ما ادهمش خبر انه ايه، انه خارج رايح العزاء، فهي خرجت عادي جدا وهو راح متصرف من نفسه وتصور. بعدين ما تصورش ميكروباص ونازل فعلا من تاكسي، ما ركبش ميكروباص ولا حاجه. فوجئنا بحد من جريده الوطن بيكلمنا بيقول لنا يا جماعه ده في كذا كذا، كنت انا نفسي ما قعدتش على الفيسبوك يومها. فرحت منزله البنتين مصورين جوه العربيه وبعت لهم الصوره وردوا، فالخبر عاري من الصحه، ما اعرفش جابوه منين يعني. بس الحاجه الغريبه انا ما اعرفش ليه المواقع دي، لان اعتقد ان اتكتب يمكن على السوشيال ميديا على حد ما عرفت، ولكن نقلت عنهم مواقع صحفية بالفعل دون أن يكلفوا خاطرهم أن يرفعوا السماعة ويسألوا. يعني هي دي فرصة أن احنا نأكد مرة ومليون على الدقة، وأن الناس يعني تتحرى الدقة. المواقع الصحفية صرت تنقل عن السوشيال ميديا عشان في حاجات يعني جارحة وفي معلومات غير دقيقة، فدي بتكلف كتير سواء نفسيا أو ممكن تكلف لو في حاجة عن البلد بتكلف كتير. والله يا زهير طلعت كذا إشاعة عن انتقاله، ربنا يمتعه بالصحة، ما تضايقش قد ما تضايق من الشائعة دي. دي ضايقته جدا. ليه حضرتك اتضايقت من الاشاعه دي؟ لا اصل انا الجماعه انا طبعا بايد الرئيس السيسي، الكفايه انه انقذ مصر من اللي شايفاه العراق وشايفاه اليمن وشايفاه سوريا، يعني الجيش والرئيس انقذوا مصر. وانا انا بنامش لبعد صلاه الفجر فلاقي شباب وبنات قاعدين ماشيين في شارع ابو الفداء، يعني في امان وطمانينه. فكانوا اولا وهبه في موقفها في الجامعة في عز وجود الإخوان في السلطة كان بتناقشهم ووقفت. بس لا هو خلينا نقول رغم هو عايز يربط ايه عشان المقاطعة، هو بتنزل فيديوهات على اليوتيوب بتهاجمه. يعني كل الحوار اللي انت اتكلمتي عليه ده من رؤيته في رؤى منامية، وكانت يعني سيدنا موسى آيته كانت عصا والسحر، سيدنا يوسف كانت آيته تفسير الأحلام. عايز أقول لك بالصدفة ممكن أفتح على اليوتيوب في مواقع بتقعد تطبل على كلام وتنزل موسيقى تأثيرية ويقعدوا يتريقوا ويسخروا، فهو مستهدف فعلا، مستهدف جدا من وقتها. مين يجيب باله هو يعني؟ فهو بيبقى عارف مصدر الاستهداف، فاهم قصدي؟ هو يعني ممكن هي السوشيال ميديا طبعا، فعشان كده هو اشار لده يعني ان زي ما فيها ايجابيات زي ما فيها سلبيات كتيره قوي قوي منها الجزء ده. بس خليني اقول لحضرتك ان ممكن في القصة دي الناس صدقت مش الخبر لما اتكتب بشكل غير دقيق، بس الناس تعاطفت زود عليها وقال والديانة تطهده كمان. لا بس ممكن يكون انا بتكلم بقى على الناس اللي تعاطفت وصدقت، علشان كان في مشاكل بين حضرتك وبين آية بنتك التانية، فالناس ممكن تكون ده نوع من التعاطف مع حضرتك.